أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون. وزروع ومقام كريم. ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم؟
أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقناهما إلا بالحق ولكن ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الحكيم إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العلي العظيم. ورد في الرواية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في قوله ليلة القدر خير من ألف شهر أي شيء عنا بها؟ قال الإمام العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة أي الصدقة وأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. للتو كان يقرأ أخينا العزيز السيد عمار من سورة الروم وتبادر إلى ذهني هذه الآية حينما قرأها وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أنقل لكم عبارة صاحب تفسير الميزان سيد الطباطبائي يقول وما أعطيتم من المال صدقة تريدون وجه الله فأولئك هم الذين يضاعف لهم ما لهم وثوابهم عظيم عظيم. فما بالكم أيها الإخوة ونحن في هذه الليلة ليلة القدر لمطلق أعمال الخير لجمع الصدقة. صلوا على محمد وآل محمد.
أيضا أماكن النساء أيها الأحبة، قمنا بجمع الصدقات لأنها من أعمال ليلة القدر الصدقة، فالإنسان ينوع ثمار هذه الليلة، يأخذ من الصدقة شيئا ومن الدعاء شيئا ومن القرآن شيئا ومن التوسل بالقرآن شيئا. هذه الليلة بستان الله مفتوح لكم، خذوا منه ما تشتهون من هذه الثمار الطيبة والأعمال الخيرة، إنها فرصة لا تتكرر إلا في العام مرة واحدة. الفقرة القادمة إن شاء الله التي نتجهز لها هي فقرة دعاء التوسل بالقرآن الكريم. دعاء التوسل بالقرآن الكريم يكون هم نستعد، يكون كل واحد عنده نسخة من القرآن الكريم، نتجهز مع أخينا الأخ العزيز عبد المنعم المرزوق ليقرأ دعاء التوسل بالقرآن، لكن بعد جمع الصدقة. حين أوصانا النبي صلى الله عليه وآله بالكتاب والعترة، أراد لنا أن نتمسك بالكتاب والعترة فهما المنجيان، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فالتمسك بهما منج وصعود في سفينة نجاة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ولذلك هما الثقلان اللذان نتوسل بهما إلى الله، فهما مكانتهما كبيرة عند الله، وما خاب من توسل بالقرآن وبأهل البيت. نتجهز بعد قليل إلى قراءة دعاء التوسل بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم.